دكتورة ديما برجوب 27 سنة من العطاء في دولة الإمارات. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. نتعرف حضرتك في البداية. ريما برجود أخصائية نسائية وعقم التوليد بالإمارات من 27 سنة والحمد لله، ودائما بقول إن شاء الله الدهر كله على كتر ما بحب البلد. دكتورة من 27 سنة لل 2008 قصة طويلة صارت معنا، بدنا نعرف شوية أو مقتطفات من هاي المسيرة اللي صارت. كل شخص بيغير مكان، بيكون ربيان بمكان أو يتعود على مكان المكان الثاني، بياخد فترة ليتعود أو يتأقلم مع الوضع الجديد اللي هو فيه. صحيح. أكيد بالبداية تعذبت لقدرت أعرف كيف تفاصيل البلد والحياة، وبشكر الله أني تأقلمت بسرعة. طبيعي هالفترة الزمنية اللي ذكرتها أخذت وقت، أخذت مني امتحانات ودراسة وتعديل شهادات، لأنه كل بلد إلى قوانينها ونحترم كل بلد منكون فيها طالما القوانين عم تكون للتحسين وللشيء الإيجابي أكثر. طالما في سيستم الواحد يمشي عليه الحقيقة بيكون كل الأشخاص مرتاحين، وهذا اللي لمسناه واللي شفناه. دكتورة احنا بلشنا في امتحان، بعد الامتحان انطلقنا للحياة العملية. الحياة العملية بلشناها في قطاع حكومي طبعا خبرتيني من قبل البرنامج. بدنا من بعد مرحلة القطاع الحكومي لما بلشنا بالشغل الخاص وبالقطاع الخاص، ومن ثم انطلقنا للبزنس الخاص. تعطينا فترة ما قبل البزنس الخاص، يعني بعد القطاع الحكومي لما بدأت البزنس الخاص. الحقيقة كل فترة إلى حسناتها وسيئاتها، وبغض النظر عن السيئات في الواحد إنسان شيء بيكتسبه بضيفه على خبراته اللي تكون عنده. فالفترة العمل القطاع الحكومي كان كتير إيجابياته، أكيد صار في معارف أكثر، احتكاك مع نفس المجال، أصدقاء أكثر، زملاء أكثر. الشغل القطاع الحكومي اللي خلانا نفكر إنه أحسن نروح لمجال الخاص، لأنه في توجه معين بذهني يعني. كان مركز إيف فتحناه في 2008 زي ما إحنا. 2006. 2006 بلشنا فيه. قبل ما نخطو هاي الخطوة، هل كانت الخطة مرسومة إنه أنا أكون علاقات، وأنا أو السبب إنه كثرت علاقاتي صار في حاجة إنه هسا هاي العلاقات اللي هي تصير جوا المركز؟ لا، ما كان في هيك فكر أكيد، وما كانت إنه العلاقات اللي صارت ليصير المركز، بس سبحان الله بيكون في ترتيب معين ربك بيحطه كيف تجي الأمور. دكتورة حضرتك خبرتينا إنه بلشنا في مساحة صغيرة شوي، وبعديها رجعنا توسعنا مرة ثانية. الفترة هاي كانت قديش بديتها لحتى انه فكرنا انه الخطوة الثانية نتوسع في البيزنس؟ هو تحديدا بلشنا بشهر 6/2005، بس انا بقول 2006 بداية اساس جديدة. لل 2000 واخر 2008 كنا بقسم واحد، صرنا بعدين بقسمين، وتقريبا اخذنا شيء 3 سنين او لحتى اخذنا القرار انه خلاص لازم نكبر. طبعا هلا احنا لما نحكي عم نحكي بحوالي 17 موظف تقريبا، قبل ما تلاقي عنا احنا 15 موظف بيصيروا 17 او 13 بيصيروا 17، في 11 بيصيروا 17. هذا الكم، هل عندك القدره انك انت تواصلي معهم كلهم بكبير صوره تقدري تعرفي ايش بدهم او تعطيهم الغرز، ام تلجئ لسوبرفايزر او طبقات في العمل؟ خلينا نحكي بتعامل كل واحد مدير على الثاني. هلا حلو التسلسل الاداري، بس انا طبيعتي بحب التيم ورك، بحب الكل يكون قريب لبعضه، يعني ما بحب انه الموظف يكون بده معامله فظيعه ليشوف مديره. انا بعتبر المدير هو بالخبره، بفرق السن وبخبره الحياه العمليه. بالنهاية العمل ما بيكتمل غير يكونوا الكل متواجدين، يعني من أصغر موظف لأكبر موظف الكل بحاجة لبعض بالشغل. فما بحب الفكرة أنه مدير وموظف، لا بحب أنه يعني أنا طبيعتي إذا بدي أحكي أي أطلب أي شيء ما بتصل التليفون، بطلع من المكتب بقول لهم كذا كذا، يعني بحب أكون معهم قريبي، يعني ما بحب الفوقية بالشغل أبدا. ولا تقارب العلاقات أو تشديد العلاقات تيم واخلينك او تيم في بعض، عم تلجأ الى الايفنتس برا، تعمل لهم مثلا كل شهر عزيمه او رحله او طلعه؟
هلا الحقيقه بجرب، بس بحس ظروف العمل ما كتير بتسمح لي نعمل شيء برا، لانه كل شخص عنده التزامات بشغله بعائلته باولاده، وهون يعني طبيعه الحياه كتير عمليه، فبجرب كتير الاشياء تصير جوات المركز. دكتورة، لما بدنا نحكي عن المركز بشكل عام، ايش اهم الخدمات اللي بيقدمها وكيف خدماته تطورت؟ بما انه احنا كنا مساحه صغيره زي ما حكينا، بعدها تطورنا بالنهاية الخدمات او اهم شيء عم بيقدم المركز للمراجعين. هلا هو المركز مركز اخصاب وعلاج العقم، يعني كل المشاكل اللي بيتعرضوا لها الزوجين لتاخر الحمل، العلاج التشخيص والعلاج موجود، وبس يصير الحمل إن شاء الله متابعة الحمل والولادة كمان موجودة. طبعاً الولادة مش بالمركز، أكيد بالمستشفى، لأن المركز ما له للولادة. فكل شيء له علاقة بتكوين أسرة معنوية جيدة، الله يقدرنا نحن نقدمها. دكتور حسب ما حكيت لنا أنت قبل البرنامج، سألتك أنا كم من سؤال، قلت لي أنا أم بعرف شعور الأم اللي بحاجة لإنها تجيب ولد أو إنه تكون عيلة. هذا الاشي اللي خلاك سبب اختيارك لهذا التخصص في مجال الطب، ام انه بعد اختيارك للتخصص صرت تحسي اكثر في هذا الموضوع؟ هلا على دورنا من زمان يعني ما كان مجال الاخصاب كتير قوي، اوكي، بس مع الوقت تبين انه مجال كتير حلو وحساس، يعني كتير الموضوع بيأثر نفسيا لما بتلاقي كابل جايين وعندهم شغف انه يصير عندهم ولد. دكتورة، الإمارات أو دولة الإمارات سجلت هاي ريكورد جديد 291 مختلفة، 184 لغة مختلفة. هدول الناس أو الفئات الموجودة هون بالمجتمع، بحكم إنه إحنا موجودين بالشارع الأغلب عرب، خلينا نحكي بالشارع، هل العيادة هاي أغلب روادها أو زوارها من الفئات العربية أم كل الفئات عم تيجي هون؟ حيأكد الفئات عم تكون تجي للعيادة، حتى في فئات من خارج الدولة يعني بيجي، بس أكيد يعني أعداد قليلة، بس إنه في. وهل إحنا بنضطر نحط جنسيات أخرى في مركز التواصل مع هاي الفئات، ولا خلص وحدنا اللغة العربية والإنجليزية؟ لا مش هيك، أنا في عندي نظرة إنه دائما الواحد بيحن للي يلي متعود عليه نوعا ما، مش إنه لنا عنصري ولا نتعصب ولا شيء، بس إنه طبيعي. الطبيب مثلا بحب يحكي، مثلا اذا مريض عربي بحب يحكي مع حدا عربي، الاجنبي بحب يحكي مع اجنبي. في حالات بتلاقي انه بيتصل تليفونات وبيسالوا شو جنسيه الاطباء، عرفت كيف؟ فبنجرب انه من ناحيه كل الراحه النفسيه للاشخاص، انه ممكن نامن كل المعطيات اللي ممكن تريحهم النفسيه من ناحيه اللغه او حتى الجنسيات. دكتوره، وصولك لهالمكان يعني على المستوى الامارات شيء الواحد يفتخر فيه دائما، التوفيق من رب العالمين. بس بعد رب العالمين في اشخاص او في فئات من الناس احنا دائما بنحكي انتوا اللي وصلتوني لهون، لمين بنحكي هاي دكتور؟ اكيد بعد الله وتوفيقه بيجوا الاهل. الاهل هن يعني الاساس والدعم للي انا اذا بدي اعتبر حالي وصلت لشيء معين. بعد زوجي كتير له تأثير إيجابي، إنه عطاني الحرية بكل شيء، إنه لازيد تحصيل العلمي، لأعمل اللي بدي إياه، لحقق ذاتي بالقليلة. ومثل ما تفضلت من شوي كله يعني 8 ساعات عمل مرهونة بحياتي الخاصة يعني. فأكيد كمان أولادي لهم تأثير إيجابي، إنه صبروا وتحملوا معي والحمد لله، يعني الله بيوفق، الله يخليك. دكتورة، حكيت كلمة جوهرية إنه الحرية منيحة بس إذا عرفنا نستخدمها. ممكن تعطينا شوي عن هذا الحكي؟ أنا دائما بقول يعني من ضمن الأشخاص اللي بتشكرهم هو زوجي اللي عطاني الحرية، كمان أهلي كانوا عاطيني الحرية أكيد يعني، بس لما الإنسان يعرف يستخدم الحرية هون الحنكي بالتعامل يعني. فأنا بعتبر حالي بكل تواضع إنه بعرف كيف استخدم الحرية، يعني في حرية تستخدمها تطلع سلباً، في حرية تستخدمها إيجاباً. دكتورة، الحكومة الذكية أو السمارت جوفرمنت اللي الإمارات شهرت فيها على مستوى دول العالم، معاملتنا اللي عم تخلص في 5 دقائق 10 دقائق تخلص بيوم بالماكسيموم، هذا الإشي قديش أعطى إنديكيتر أو أعطى دافع
عشان يتطور ويتطور البزنس بشكل عام وقطاع التحديد؟ هلا الله يحمي هالبلد، الله يحمي كل بلاد العالم، بس نحن انا بحكي عن حالي هلا بالوقت الحاضر عايشه هون. الشيء اللي بتقدمه البلد صحيح لا يوصف. صحيح. اوكي. كل المعاملات تصير اونلاين، تجديد رخص او المعاملات اطباء، كل شيء بدك اياه اونلاين، ما في شيء بيتعقد ابدا. هلا اكيد بنمرق بشويه ديفكت انه مثلا والله السيستم واقف معطل، اكيد كل شيء له هيدا، بس بشكل عام لا ممتاز. دكتورة، دولة الامارات حلم لكل شاب، لكل فتاه تخرج، لكل طبيب او طبيبه تخرجوا جديد، او حتى لو طبيب صاحب خبره حلمه حتى انه يفتح بزنس في الامارات، سواء وافد باحث عن عمل او سواء وافد صاحب عمل يفتح بزنس. هذول قبل ما يوصلوا هاي البلد ايش بنحكي او ايش نعطيهم نصيحه من الدكتوره لهم؟ شوف، النجاح نسبي والتحقيق الذات كمان نسبي. في اشخاص كثير بيحلموا يجوا على الامارات وفي اشخاص العكس. انا برايي وين ما بيروح الانسان، وين ما بيحس حاله مرتاح انه يكون ويعيش، لازم يثبت وجوده ولازم يتكيف مع كل المعطيات بتكون حواليه. انا بنقض او برفض انه شخص بيكون قاعد بمكان وبيحكي عليه بالنيجاتيف. طيب ما عاجبه يروح يلاقي مكان ثاني. دكتورة، نهاية او ختام برنامجنا، دولة الامارات هي الدولة اللي فاتحة ايديها لكل الجنسيات، حاطة قانون مشي عليه الكل وما حدا حتضايق منه، بزن زرع ابن عهد الشيخ زايد الله يرحمه وابناء زايد ماشيين على خطى اللي خلوا هاي الدولة تنافس جميع دول العالم، مش دول العالم، لا جميع دول العالم عم تنافسها دولة الامارات. شو بنحكي لها؟ شو بنقولها للدكتورة ريما؟ انا بقول الله يرحم الحكام اللي توفوا، الله يطول بعمر الموجودين ويقويهم. مثل هيك ذكاء وتخطيط وتنسيق مستحيل الإنسان يلاقي. سيستم نظام شغل على كافة الأصعدة بتلاقيه كتير ممتاز، بحكي عن مجالنا كمان كتير ممتاز، إنسان محترم عايش، الإنسان محترم، شو بده أكتر من هيك؟ دكتورة، احنا كثير تشرفنا بزيارتنا اليك. الله يخليك، وان شاء الله ضلك في الهمة هذا والانجاز اللي انت بتوصل لك اياه، واسره برنامج ضد الاتحاد تتشرف وجودها مع الدكتورة ضموح حافظي. الله يخليك.